السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. التربية تحسم مصير شهادات كلية التربية المفتوحة. أعلنت وزارة التربية تشكيل لجنة معادلة للشهادات الخاصة بخريجي كلية التربية المفتوحة للعام الدراسي 2020-2021، وبهذا باتوا قادرين على التقديم للدراسات العليا في الجامعات الحكومية. وذكر عميد الكلية الدكتور أنيس المشهداني في تصريح للصحيفة الرسمية أن اللجنة عادلت الشهادات الخاصة بخريجي الكلية وفقا للأمر الوزاري رقم 20 لسنة 2020، وبهذا فإن شهاداتها باتت تعادل شهادة البكالوريوس الممنوحة في الجامعات العراقية داخل البلاد. وأضاف أن الشهادة تمت معادلتها رسميا وحصل الاعتراف بها من قبل جميع المؤسسات الحكومية، وبالتالي لم يبقى هناك عائق أمام خريجي الكلية يمنعهم من التقديم للدراسات العليا في الجامعات الحكومية، لافتا إلى أن هذه الخطوة تعد مخرجا قانونيا لحفظ حقوق خريجي الكلية التربوية المفتوحة لإكمال دراساتهم العليا، مؤكدا عزم عمادة الكلية اتخاذ قرارات وإجراءات أخرى في حال عدم تطبيق قرار المعادلة. ويشار إلى أن خريجي الكلية المذكورة غير مسموح لهم بالتقديم للدراسات العليا، لذا جاء الأمر الوزاري لمعادلة الشهادات من أجل السماح لهم بذلك. وبحسب المقاعد الممنوحة من كلية التربية الأساسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي البالغ 1000 مقعد دراسي سنوي لتمييز الأذكياء، التربية النيابية تقترح إضافة سؤال جديد في امتحانات السادس الإعدادي. اقترحت لجنة التربية والتعليم النيابية طرح سؤال فكري في الامتحانات النهائية للسادس الإعدادي لتمييز الأذكياء وأصحاب الدرجات العليا. وقال عضو اللجنة النائب فراس المسلماوي إن لجنته اقترحت خلال اللقاء مع وزير التربية أن يدرس ضمن امتحانات السادس الإعدادي سؤال فكري لتمييز الأذكياء وأصحاب الدرجات العليا، مشيرا إلى أن اللقاء شهد أيضا التطرق إلى موضوع الطاقة الاستيعابية للطلاب. وأشار وزير التربية وفقا لحديث المسلماوي إلى وجود مناهج بسيطة يستطيع الطالب أن يحصل فيها على درجات عالية، وذلك بسبب فصل الإحياء عن التطبيق متعهدا بدمجها في العام المقبل. وأضاف أن المعدلات ارتفعت في السنوات الماضية وهنالك مطالبات كبيرة من أهالي والطلاب للجنة التعليم العالي بتخفيض المعدلات، ولم تستجب الجامعات والكليات لهذه المطالبات باستثناء أقسام دراسة القانون. التربية تعلن الضوابط التقديم الامتحانات التمهيدية للعام الدراسي 2022-2023. أعلنت وزارة التربية ضوابط التقديم الامتحانات التمهيدية للعام الدراسي 2022-2023. وذكر البيان الذي أصدره المكتب الإعلامي لوزير التربية إبراهيم نامس الجبوري إن اللجنة الدائمة للامتحانات حددت اليوم الأحد الموافق 20/11/2022 موعد لبدء التقديم للامتحانات الخارجية، على أن يكون آخر موعد لاستلام الاستمارات من إدارات المدارس يوم الأحد الموافق 25/12/2022. وأضاف أن المديرية حددت أعمار المتقدمين على الامتحانات التمهيدية لجميع المراحل الدراسية، حيث يسمى عمر المتقدم على الامتحان بالنسبة للمرحلة الابتدائية 18 سنة، أي من مواليد 2004 وما قبلها. وكذلك الطلب المسموح لهم باشتراك في الامتحان الخارجي للدراسة المتوسطة يجب أن يكونوا قد مضت 3 سنوات دراسية على أنهاءهم الدراسة الابتدائية، وأن يكون المشترك في امتحان المرحلة الإعدادية مضت 3 سنوات دراسية أو أكثر على اجتيازه بنجاح امتحان الدراسة المتوسطة أو ما يعادلها. وأكد البيان أن التعليمات تجيز لخريجي الدراسة الإعدادية الأكاديمي والمهني للأعوام السابقة التقديم في فرع مغاير لفرعه الذي تخرج منه على أن يؤدي امتحان التمهيدي في الفرع الذي اختاره، مردفا أن الامتحان للمتقدمين سيكون داخل مركز المحافظة ولا يجوز فتح مراكز في الأقضية والنواحي، وأن الامتحان الخارجي ستكون حصرا للطلبة في داخل العراق.